عشرات القتلى والجرحى في ضربات إسرائيلية على خان يونس وقصف مدفعي إسرائيلي متواصل على محيط مستشفى ناصر. صفقة تبادل جديدة قيد التحضير عبر الوسطاء، وهيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن 3 شروط من حماس لإتمامها، بينها بقاؤها في السلطة. البنتاغون يعلن إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في الهجوم الأعنف على عين الأسد، والبعثة الأممية في بغداد تحذر من انجرار العراق سريعاً إلى مربع الصراع. جهود الإيجاد لإنهاء حرب السودان تذهب أدراج الرياح بعد تجميد الخرطوم عضويتها، ورسالة لمجلس الأمن تطالب بإدراج الدعم السريع على قوائم الإرهاب. طب صباحكم بكل خير مشاهدينا، هذه روناك عادل تحييكم وترحب بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث التي نبدأها من التطورات الواردة من غزة، حيث أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط عشرات القتلى والمصابين في قصف إسرائيلي استهدف خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك فيما يتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي في محيط مستشفى ناصر بخان يونس. وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي مخيم جباليا شمالي القطاع، ما تسبب باندلاع حريق كبير في أحد المنازل والمصانع التي استهدفها القصف، كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. وفيما تتواصل المعارك على الأرض، أعلن الجيش الإسرائيلي قتل أحد جنوده في جنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتل الجيش الإسرائيلي إلى 195 قتيلا خلال الهجوم البري الإسرائيلي، كما أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة جندي آخر في المعارك بجروح خطيرة. وفي سياق متصل، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن حماس ما يزال لديها ما يكفي من الذخائر لمواصلة استهداف إسرائيل وقواتها في غزة لعدة أشهر، مضيفين أن حماس لا تريد الفوز وإنما تسعى لاجتياز الحرب على حد قولها. كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العثور على نفق بعمق 20 مترا تحت الأرض كانت عدد من الرهائن محتجزين فيه على يد حركة حماس. وأكد المتحدث باسم الجيش أن مدخل النفق كان في منزل عضو بالحركة في مدينة خان يونس جنوب غزة، مشيرا إلى أن النفق كان مليئا بالمتفجرات والأبواب المضادة للانفجارات، إلا أنه لم يتم العثور على أي من الرهائن الذين كانوا محتجزين سابقا داخل هذا النفق. من رفح جنوب قطاع غزة تنضم إلينا الصحفية خولة الخالدي. خولة، أهلا بك معنا. صورة أقرب لخارطة الاستهدافات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الماضية وما خلفته. فعليا وتيرة الغارات الإسرائيلية والاشتباكات يبدو أنها ما زالت متصاعدة في عدد من المناطق، ولكن بتركيز على مناطق الشمال ومناطق أقصى الجنوب. محافظة رفح ومحافظة خان يونس كان لهما النصيب الأكبر، سواء كان على صعيد الغارات الإسرائيلية تحديدا في مدينة رفح، والتي تم استهداف سيارة مدنية في منطقة شمال رفح في خربة العدس. هذه السيارة تم الإسفار عنها عن وقوع أكثر من 4 ضحايا وعدد من الإصابات في محيطها، 3 منهم ما زالوا مجهولي الهوية حتى هذه اللحظة. الغارات الأخرى تركزت في محافظة خان يونس تحديدا في مناطق الشرق وفي محيط منطقة مجمع ناصر الطبي وحي النمساوي، حيث هذه المناطق تحديدا تدور فيها اشتباكات عنيفة للغاية منذ أيام. فعليا
لم تتوقف هذه الاشتباكات على الإطلاق، عملية تفخيخ لمنازل المواطنين في المناطق الشرقية كما شاهدنا هذه السياسة سابقا. قام الجيش الإسرائيلي على تفخيخ مربع سكني بالكامل وتفجيره بلمح البصر، وبالتالي ما زالت العمليات العسكرية بريا وجويا تحديدا في هذه المنطقة مستمرة وبشكل واضح. حصيلة الليلة الفائتة تجاوزت 11 ضحية حتى هذه اللحظة نتيجة للغارات الإسرائيلية المركزة على محافظة خان يونس تحديدا. مناطق غزة والشمال عاد إليها الجيش الإسرائيلي بضراوة في تلك المناطق بتكثيف من الطيران الحرب الإسرائيلي، بالإضافة إلى المدفعيات التي تركزت في عدد من المناطق وعودة الاشتباكات وتجددها في محاور الاشتباك مرة أخرى. المناطق الشمالية والمناطق الشرقية والمناطق الغربية تشهد اشتباكات عنيفة للغاية حتى هذه اللحظات، لم تتوقف هذه الاشتباكات على الإطلاق، وهناك عملية نزوح مستمر داخليا في هذه المناطق من منطقة إلى أخرى نتيجة لعملية القصف المستمر وللاشتباكات الدائرة حتى هذه اللحظة. محور دوار أنصار ومنطقة أنصار، هذه المناطق الغربية من محافظة غزة، هناك تقدم ملحوظ للآليات والدبابات العسكرية في تلك المناطق يرافقها المدفعية والبوارج الحربية من حين إلى آخر، وتجدد الاشتباكات في محورها، بالإضافة إلى منطقة دوار أبو مازن أيضا في المناطق الغربية. مناطق الشمال والشمال الغربي من مدينة غزة، منطقة المخابرات والكرامة، ما زالت هذه المناطق لثلاثة أيام متواصلة لم تتوقف فيها الاشتباكات على الإطلاق. المناطق الشرقية ومنطقة جبل الريس وحي التفاح أيضا ما زال هناك محاولات لتقدم الجيش الإسرائيلي بشكل ملحوظ، وبالتالي هناك اشتباكات مشتعلة حتى هذه اللحظة يرافقها الطيران الحرب الإسرائيلي الذي قام بشن عدد من الغارات الإسرائيلية على منازل المواطنين التي ما زالت مشتعلة تحديدا في مناطق جباليا ومناطق شمال قطاع غزة. في مناطق الوسط هناك بعد تراجع الآليات والدبابات العسكرية تكشف حجم الدمار الكبير تحديدا في مخيم المغازي، كان هناك عدد من الجثث، عدد كبير جدا حقيقة من الجثث الملقاة ما بين مخيم البريج ومخيم المغازي، كانت قد قامت جرافات الجيش الإسرائيلي بتجريف هذه الجثث وهي ملقاة على الشوارع، وبالتالي عملية جمعها عملية صعبة للغاية خاصة بعد تقطيعها إلى أشلاء، وبالتالي هناك مشاهد دامية في تلك المناطق بعد تراجع الآليات والدبابات. دعستها بمعنى دعستها خولة، فقط أقف على ما ذكرتيه وهو أن الجيش الإسرائيلي جرف هذه الجثث، عشرات الجثث، بمعنى أنه دعسها. فعليا هذا الأمر لم يتكشف بعد، يجب أن يلقي الأطباء نظرة على جثامين هؤلاء الضحايا، ولكن فيما يبدو أنه تم إعدامهم ميدانيا أو بعضهم قد تلقى عدد من القذائف من قبل الطيران المسير، ولكن لصعوبة وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني بقيت هذه الجثث ملقاة لأيام، وقامت أيضا جرافات بدهسها وهي جثث ملقاة على الأرض، وبالتالي هو ينكل بجثامين الضحايا الموجودة في قطاع غزة بشكل كامل، حتى وإن كانت جثة هامدة لا تسمن ولا تغني من جوع بالنسبة للجيش الإسرائيلي بطبيعة الحال. نعم. طيب، القصف حول محيط مستشفى ناصر هل ما يزال مستمر حتى اللحظة؟ وكيف أثر على من هم داخل المستشفى والخدمات التي ما تزال تقدم للمرضى والمصابين وإن كانت قليلة؟ نعم، فعليا هناك عدد كبير جدا من الغارات الإسرائيلية التي تشن من حين إلى آخر في محيط مجمع ناصر الطبي، هناك تقدم أيضا في منطقة الحي النمساوي وهو يبعد أمتار قليلة عن مجمع ناصر، وبالتالي هناك اشتباكات أيضا في محيط مجمع ناصر الطبي. هذا الأمر أثر بشكل واضح على سير الحياة الطبية وعلى حركة النازحين الفلسطينيين، هناك عملية نزوح كبيرة جدا من تلك المناطق، ينتقل فيها المواطن الفلسطيني من مناطق الوسط إلى مناطق الغرب أو يتوجهون بشكل قصري إلى منطقة جنوب قطاع غزة وهي مدينة رفح، وبالتالي عملية النزوح مستمرة. بخصوص الخدمات الطبية، هي خدمات متدنية للغاية في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها تلك المنطقة، وهناك عدد من النداءات والمناشدات بتحييد مجمع ناصر الطبي عن العمليات العسكرية، خاصة أنه الآن المشفى الوحيد تقريبا الذي يعمل في محافظة خان يونس. مستشفى غزة الأوروبي هو في المنطقة الشرقية من محافظة خان يونس، وتعرض إلى عدد كبير جدا من الغارات في محيطه، وتضررت أجزاء أيضا منه باستهداف في أقسامه وفي محيطه وفي بعض المنازل المحيطة به، وبالتالي هناك تخوف من إمكانية الوصول إلى تلك المناطق. لذلك هناك عدد من المطالبات لأن يكون تلك المستشفيات تبقى عاملة وبعيدة عن العمليات العسكرية، ولكن هذا الأمر لم يلقي له بالا الجيش الإسرائيلي على الإطلاق، وما زالت العمليات العسكرية مستمرة. شكرا جزيلا لك حتى اللحظة على كل هذه التفصيلات من رفح جنوب قطاع غزة، الصحفية خولة الخالدي.
سياسيا، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن حركة حماس ردت على مقترح جديد لإتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل بوضع 3 شروط للمضي قدما في هذه الصفقة. وأوضحت الهيئة أن الشروط 3 هي الإنهاء الفوري والكامل للحرب في غزة وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع وضمانات دولية لبقاء حماس في السلطة. خلال مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، كشف مارك ريجيف مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تنوي أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم دون أن تكون لهم قدرة على تهديد إسرائيل. وأضاف ريجيف أن الوصول إلى هذه الصيغة للحكم سيفيد الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. كما شدد ريجيف على أن قضية الأمن لطالما مثلت أولوية بالنسبة لإسرائيل، مشيرا إلى أن مناقشة نزع السلاح اكتسبت أهمية أكبر بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل. وبعد تصريحات نتنياهو التي أشار فيها إلى رفضه مقترح قيام دولة فلسطينية بتأكيده على عدم التنازل عن السيطرة على منطقة غرب نهر الأردن، وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية هذا الرفض من جانب نتنياهو بأنه تحد سافر لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. واعتبرت الخارجية الفلسطينية تعقيب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على التقارير التي نشرت في أمريكا بشأن المكالمة الهاتفية مع بايدن تكرارا لمواقف نتنياهو المعادية للسلام والرافضة لمبدأ حل الدولتين، وتنكرا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن قطاع غزة سيظل جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة اعتراف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته، كما حذر من إطالة أمد الحرب إلى أجل غير مسمى. رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولة هو أمر غير مقبول، وهذا من شأنه أن يطيل أمد الصراع إلى أجل غير مسمى، والذي أصبح يشكل تهديدا كبيرا للسلام والأمن العالميين. يجب أن يعترف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته. اتفق في الماضي واختلف في الحاضر حول المستقبل. الكلام هنا عن بايدن ونتنياهو. الجدل حول مآل الدولة الفلسطينية أظهر انقساما أمريكيا إسرائيليا وتضاربا في التصريحات، فواشنطن تؤكد في كل مرة وحين ضرورة قيام دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين. ما زال الرئيس يؤمن بأفق حل الدولتين وإمكانيته. هو يدرك أن الأمر سيتطلب الكثير من العمل الشاق. شبكة CNN كشفت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ الرئيس الأمريكي خلال اتصال هاتفي أنه لا يستبعد إمكانية قيام دولة فلسطينية. مكتب نتنياهو لم يتأخر ورد على ما نشر حول المحادثة، فرئيس الوزراء كرر موقفه الثابت وهو ضرورة سيطرة إسرائيل على القطاع بشكل كامل بعد القضاء على حماس، يقول مكتب نتنياهو. الكلام هذا أغضب السلطة الفلسطينية التي أصدرت خارجيتها بياناً وصفت فيه رفض نتنياهو للدولة الفلسطينية بأنه تحد سافر لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. تعقيب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تكرار لمواقف نتنياهو المعادية للسلام والرافضة لمبدأ حل الدولتين والمنكرة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. من جانبها، رفضت حركة حماس تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن إمكانية قيام دولة فلسطينية ووصفتها بالوهم. الانقسام مستمر حول مستقبل الأراضي الفلسطينية، فإسرائيل وحماس ضد ما تم تسريبه وإعلانه من البيت الأبيض بشأن الدولة الفلسطينية، على عكس موقف السلطة الثابت بحل الدولتين. بلال البجديني، الحدث. من رام الله ينضم إلينا المحلل السياسي محمد هواش. سيد محمد، أهلا بك معنا. إضافة حماس لشرطها الجديد وهو بقائها في السلطة مقابل صفقة تبادل رهائن جديدة، هل عقد المشهد؟
صباح الخير روناك لك صباح النور. وللسادة المشاهدين. أعتقد أنه يعني من غير المناسب الحديث عن ما بعد الحرب وتوقف هذه الحرب في هذه اللحظة التي يطالب فيها جميع الفلسطينيين وجميع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة ويعني غير الصديقة أيضا المحايدة، التي تطالب بوقف هذه الحرب ويعني رفع يد الجيش الإسرائيلي عن الشعب الفلسطيني ولدرء الكارثة الكبرى التي أنزلها الجيش الإسرائيلي بالفلسطينيين في قطاع غزة. بالتالي عندما يتم الحديث عن يعني وجود حركة حماس في السلطة، هذا الأمر يفترض أن يكون فقط حق للفلسطينيين، حق للشعب الفلسطيني، وحق أن يتم من خلال انتخابات بعد أن يتم يعني وقف هذه الحرب ووقف كل أشكال العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وإعادة إعمار قطاع غزة، ومن ثم يمكن الحديث عن يعني من يبقى في السلطة ومن لا يبقى في السلطة، وأي سلطة يريد الشعب الفلسطيني وكيف تكون. وكيف سيد محمد، ما إمكانية قبول إسرائيل لهذا الشرط وهو من ضمن أهداف إسرائيل في غزة ضمن حربها هي القضاء على حماس؟ أعتقد بأن إسرائيل يعني خلال السنوات يعني العشر على الأقل الماضية أو يعني منذ انقلاب حركة حماس في قطاع غزة، وإسرائيل تغذي هذا الانقلاب بأشكال مختلفة، ليس لا معنى يعني ليس معناه ذلك أن حركة حماس تتعامل مع إسرائيل، أو أن بنيامين نتنياهو نفسه استثمر في انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية وعن الولاية الفلسطينية كي يقول بأن الفلسطينيون منقسمون ولا يستحقوا دولة ولا يستحقوا يعني ولا يوجد عنوان سياسي لهم، وبالتالي كيف أتعامل مع الضفة أو غزة، واستثمر في هذا، وهو الذي كان يوصل الأموال إلى قطاع غزة التي تصل كمساعدة للفلسطينيين في قطاع غزة، وحتى الآن لا أعتقد بأنه يعني يريد أن يصفي حركة حماس، أو أن وهو يعني فشلت إسرائيل حتى الآن في القضاء على حركة حماس والقضاء على فصائل المقاومة في قطاع غزة. وأعتقد بأن يعني بنيامين نتنياهو تحديدا يريد أن تكون هناك يعني سلطة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بالدرجة الأولى، وأي سلطة أخرى تريد التعاون مع الجيش الإسرائيلي فهو لا يمانع في ذلك على الإطلاق. يريد أن يكون الجيش الإسرائيلي له السيادة وله القدرة على الحركة وعلى حفظ الأمن في قطاع غزة، وهذا يعني أنه لا توجد سلطة فلسطينية، وأي سلطة فلسطينية هناك ستكون يعني إما ضعيفة وإما هشة وإما أن تكون أيضا أداة بيد الاحتلال الإسرائيلي، وهذا سيد ما محمد. يرفضه الفلسطينيون عموما. نعم، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية تحدث عن أهمية الاعتراف بدولة فلسطين وليس فقط الاكتفاء بحل الدولتين. كيف يمكن لواشنطن أن تتعاطى مع هذا الطرح وهي التي تسعى خلال الأشهر الماضية إلى حل الدولتين كما تدعي؟ يعني للأسف الشديد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي اقترحت يعني حل الدولتين، وهي التي منعت تحقيق هذا الحل أو التوجه إلى هذا الحل أو فتح طريق نحو هذا الحل. حل الدولتين يعني اختراعه اليسار الإسرائيلي وتبنته الولايات المتحدة الأمريكية لتخليص إسرائيل من عبء الديموغرافيا الفلسطينية بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط. كانت هناك وما تزال هناك غالبية فلسطينية في هذه المنطقة، وتريد كان اليسار الإسرائيلي يريد التخلص من عبء الديموغرافيا. طيب، عن طريق ماذا عن الاعتراف بدولة فلسطين؟ هل هذا الطلب يمكن أن يلقى آذانا صاغية من قبل واشنطن؟ يفترض يعني بالفلسطينيين أن يطالبوا باعتراف العالم بدولة فلسطينية، لأن هناك يعني 164 دولة تعترف بفلسطين، وبالتالي لماذا الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول يعني الهامشية هي التي لا تعترف بحل بفلسطين؟ خاصة وأن أبو ردينة قال إن هذا هو الوقت المناسب لاعتراف العالم وواشنطن تحديدا بدولة فلسطين.
نعم، اعتراف واشنطن بدولة فلسطين يؤسس لنقطة بداية جديدة نحو حل الدولتين. نعم. حقيقة، ولذلك السلطة الفلسطينية تطالب بإجراءات حقيقية، والدول العربية أيضا بما في ذلك العربية السعودية تطالب بإجراءات حقيقية نحو دولة فلسطينية مستقلة على أنقاض الاحتلال وليس بالتكيف مع الاحتلال. هذا هو جوهر المطالبة الفلسطينية والعربية والإسلامية اليوم، يطالبون يعني لكي تتوقف كل أشكال الحروب بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبين الإسرائيليين والعرب، يجب أن تقوم هناك دولة فلسطينية للشعب الفلسطيني على أرضه، وبالتالي هذا الاستحقاق الذي يتأخر بصورة دائمة ينشأ بعد كل حرب مطالبات خجولة من هنا وهناك، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي لا تتقدم بما فيه الكفاية نحو هذا الحل، وتقترح حلول أقل بكثير من دولة فلسطينية، ولذلك نعم يرفضها الفلسطينيون، وتنشأ بعد ذلك مشكلات عميقة جدا في المنطقة وبين الفلسطينيين والإسرائيليين. نعم. وفي عموم المنطقة. شكرا جزيلا من رام الله المحلل السياسي محمد هواش. شكرا لكم، أهلا بك. إذن هذه النشرة مستمرة مشاهدينا، وفيها أيضا بعد الفاصل: البحرية الأمريكية تستهدف مجددا صاروخا حوثيا مضادا للسفن، واستراتيجية أمريكية للحد من قدرة الحوثيين العسكرية في البحر الأحمر. نقل الأخبار وتغطيتها يحتاج التزاماً بأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي، فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما ينبغي قوله أو تصويره، بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك، كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقاً في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار، والمصادر الموثوقة هي المرجع. لكل حدث رواية، الرواية قد تبدي الحقائق وقد تخفيها، قد تلفها بالغموض وتلقي الظلال عليها لتبقيها كامنة بين السطور أو وراء الكلمات. وبينما تتعذر القراءة وتضطرب الرؤية وتمتنع الإحاطة، يصبح البحث هدفاً والرصد غاية والاستقصاء سبيلاً لكشف كل حقيقة. 19 من الاثنين إلى الجمعة 7 بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن مسلحين مدعومين من إيران استهدفوا قاعدة عين الأسد غربي العراق بعدة صواريخ باليستية، ما أدى لإصابة عدد من الجنود الأمريكيين بجروح. وأضافت القيادة في بيان أن أنظمة الدفاع الجوي في عين الأسد اعترضت معظم الصواريخ، بينما سقط بعض منها على القاعدة. وكانت مصادر أمنية عراقية قد أكدت أن نحو 20 صاروخا أطلقت على قاعدة عين الأسد الجوية غربي الأنبار، والتي ينتشر فيها جنود أمريكيون وقوات من التحالف الدولي، فيما تعهد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية بالوصول إلى المسؤولين عن قصف قاعدة عين الأسد وتقديمهم للعدالة. وعلى وقع التطورات الأمنية الأخيرة في العراق، حذرت الممثلة الأممية جينين بلاسخارت من أن الهجمات المستمرة من داخل العراق وخارجه تقوض ما تحقق من استقرار في السنوات الأخيرة، كما حذرت من أن العراق معرض لخطر الانجرار إلى الصراع في المنطقة مع استمرار الحرب في غزة والأعمال العسكرية في أماكن داخل العراق والتي تهدد باندلاع مواجهة كبيرة.
نقاشا من واشنطن ينضم إلينا الباحث في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية إيهاب عباس، ومن بغداد ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية والأمنية نجم القصاب. أهلا بكما ضيفي على شاشة الحدث. أبدأ من السيد إيهاب، هذه الهجمة وصفت بالأعنف على قاعدة أمريكية بالعراق أدت إلى إصابات بين الجنود الأمريكيين، ماذا لو كانت أدت إلى قتل سيد إيهاب؟ كيف كان سيكون الرد الأمريكي؟ نعم، أهلا بحضرتك وأهلا بالضيف وبكل المشاهدين. طبعا هذا تصعيد في نهاية المطاف، واشنطن تدرك تماما أن هناك تصعيد وأن هذا التصعيد أعتقد أنه سيزيد، وقلت ذلك مرارا أن قدوم سنة انتخابية على إدارة الرئيس جو بايدن في هذا التوقيت وعدم وقف الحرب في غزة سيؤديان طبعا إلى تصعيد من جانب أذرع إيران بالوكالة، وهو ما يحدث حاليا بالفعل. هذا التصعيد بشكل كبير حدث من الحوثيين في اليمن، يحدث من القوات الموالية لإيران في الداخل العراقي، يحدث من أيضا سوريا، قوات موالية لإيران في سوريا، تحفظ نوعا ما من حزب الله في لبنان، ولكن أيضا يمارس نوعا من أنواع الضغط العسكري والسياسي على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. نحن سنسير في هذا الاتجاه فترة طويلة لأن واشنطن لا ترغب في التصعيد، ولكن في المقابل إيران تجدها فرصة للضغط على الولايات المتحدة وإدارة جو بايدن تحديدا كي يثقل كاهلها بالمزيد والمزيد من التبعات والعواقب، وهي تدخل هذه السنة الانتخابية الهامة والحاسمة للإدارة الأمريكية وللديمقراطيين. فبالتالي هذا التصعيد سيستمر، ولو كان هناك قتل كما حضرتك ذكرتي في سؤال حضرتك طبعا كان سيكون هناك تصعيدا من جانب الولايات المتحدة وردا يعني قاسيا. هل ستترد الولايات المتحدة خلال الساعات القادمة على ما حدث في عين الأسد؟ أنا أعتقد أنها سترد وسترد بقوة. طيب، إذن هناك تصعيد من قبل هذه الميليشيات العراقية المدعومة من إيران داخل العراق على قواعد أمريكية. سيد نجم، ما الرد العراقي المتوقع؟ هل الحكومة العراقية قادرة على منع هذه الميليشيات من تكرار هذه الهجمات وعدم إمكانية جر العراق إلى أن يكون منطقة صراع؟ بدء صباح الخير عليك وعلى السيد الضيف وعلى كل المشاهدات والمشاهدين الكرام. يعني أولا أنا دائما أقول ممرات القيادة الناجحة ثلاث: النزاهة والدراية والجرأة. أهم واحدة من هذه الثلاث هي الجرأة. ينبغي على القيادة العراقية أن تتسم بالجرأة وتنفيذ القانون من أجل الحفاظ على سيادة العراق، وهذا ما دائما يتكلم به السيد محمد السوداني كقائد عام القوات المسلحة، لربما الحكومة الوحيدة التي سمت بكل الذين يطلقون هذه القذائف والصواريخ على القواعد الجوية على العراقية أو الأمريكية هي هذه جماعات إرهابية وخارجة عن القانون، ولابد أن يطبق عليهم القانون. بالتالي هذا التصريح من قبل القيادة العسكرية العراقية طبعا بإشراف الحكومة السيد السوداني جعلت هذه الأطراف تتحول من مؤيدين وداعمين لهذه الحكومة إلى معترضين ومتعضين لهذه الحكومة الحالية. بالتالي التصعيد كنا وما زلنا نتوقع، وخصوصا يوم أمس حينما تحدث التقرير بلاس خارت ممثلة الأمم المتحدة بأن الأيام المقبلة في العراق سيكون أيام صعبة وفيها أزمات ومشاكل، وهذا حقيقة يعطي رسائل لكل الشركات التي ترغب بالاستثمار للعراق بعدم الدخول والعمل، وهذا يعني هذه الأطراف لا ترغب باستقرار العراق للحفاظ على سيادة وقيادة العراق. الأمر الآخر، الحكومة إلى هذه اللحظة تحاول استقطاب كل الأطراف وكل الجهات حتى بما فيهم إيران والولايات المتحدة، لكن تعلمين المشاكل والأزمات الإقليمية والدولية لربما تجعل تعطيل هذه المبادرات وهذه الوسطية والاعتدال. سيد نجم، أي الحلول الأنسب والأقرب إلى التطبيق من قبل الحكومة العراقية؟ تقليل عدد الجنود الأمريكيين المتواجدين في العراق والذين هم الآن بحسب تقارير 2500 أم متابعة وإلقاء القبض على من هم مسؤولون عن هذه الهجمات من الميليشيات كما تصرح القوات الأمنية؟ أحسنتي، يعني الحل الأمثل
للمرحلة المقبلة إذا فعلا أردنا أن نجعل الاستقرار والاستثمار في العراق وتكون الدولة العراقية أسوة بدول المنطقة، أن يتم تخفيض هذه الأعداد الأمريكية وإعطاء وقت زمني بالانسحاب، ومن ثم يتم تطبيق القانون وإلقاء القبض على كل من يطلق هذه الصواريخ والقذائف على القواعد الجوية. أنقل هذه النقطة إلى السيد إيهاب، هل الحل من وجهة النظر الأمريكية هو تخفيض عدد الجنود الأمريكيين المتواجدين في القواعد الأمريكية في العراق، أم هناك حلول أخرى بيد واشنطن؟ لا، هو يعني أنا أختلف مع الضيف الكريم أن فكرة تخفيض الجنود ستؤدي في نهاية المطاف إلى نهاية المشكلة، وأن يكون هناك إخضاع لهؤلاء للقانون العراقي، هذا لن يحدث. هؤلاء مدعومون ومدفوعون بإيران، ولا تفرق معهم أصلا الحكومة العراقية ولا الجيش العراقي ولا الولاء للعراق، وسيظل هكذا حتى لو خرجت القوات الأمريكية، سيدينون دائما بالولاء للإيرانيين وسيجدون بديلا لأمريكا كي يضربوا في الداخل العراقي، وسيفعلوا ذلك. ولو خرج آخر جندي أمريكي من العراق سيستمروا أيضا في توتير العراقيين في الداخل، وسيجد دائما يعني رجل قش يقوم بضربه سواء كانت أمريكا أو غير أمريكا. الحل بيد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هو أنها في هذه المرحلة تحديدا لا يجب أن يكون هناك سكوت على العمليات التي يقوم بها هؤلاء وتمريرها مرور الكرام. إدارة جو بايدن خلال الفترة الماضية عرضت كرامة الولايات المتحدة الأمريكية للمزيد من المخاطر، ونحن هنا في الولايات المتحدة ندرك هذا تماما، وأعتقد أنه إذا ما استمرت هذه الأمور بنفس الصورة والصيغة التي نشاهدها وصولا إلى انتخاب الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية، وأنا شخصيا أعتقد أنه سيكون دونالد ترامب، أعتقد سنشاهد تعاملا مختلفا تماما بنسبة 180 درجة عما نشاهده اليوم. طيب، 58 هجمة على قواعد أمريكية في العراق منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حتى الآن، ما حجم الخسائر التي منيت بها هذه القوات الأمريكية في العراق سيد إيهاب؟ ليست بالخسائر الكبيرة، يعني حتى الهجمات التي وقعت على عين الأسد من أصيب فيها في الأصل للأسف الشديد كان يعني عراقيا، أعتقد ضباط وجنود عراقيون أو ضابط وجندي عراقي، شيء من هذا القبيل. من أصيب من قبل القوات الأمريكية في هذه الهجمة تحديدا، يعني حسب ما سمعنا أنه اشتباه في إصابات بارتجاجات في الدماغ لا أكثر من ذلك، ولكن ليس كل مرة تسلم الجرة، و أعتقد أن أي هجمات من يعني مقبلة من الممكن أن يصاب فيها أو يقتل فيها جنود أمريكيون، لكن عادة ما نشاهده وما نسمعه دائما أن القوات الأمريكية تكون بقدر المستطاع في مأمن، لأن هناك دفاعات جوية تنطلق لحماية هذه القواعد، لكن في نهاية المطاف الوضع لا يمكن أن يستمر بهذه الصورة. طيب سيد نجم، بعد هذا التصعيد الأخير، ما حجم الخشية من تحول العراق إلى ساحة قتال بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مع إيران داخل العراق؟ سيد الضيف، الولايات المتحدة وحكومة بايدن لا ترغب بالتصعيد، خصوصا أنها مقبلة على انتخابات، وإسرائيل بنفس الوقت لا ترغب بتوسيع القتال من غزة إلى لبنان إلى سوريا إلى إيران إلى العراق، أعتقد ستكون خسارة لهم كثيرة وكبيرة. أما إيران يتحاول مر استدراجهم ومر أحراجهم، بالتالي تحرك الأدوات الموجودة في اليمن في سوريا في لبنان وحتى في العراق، مما تجعل الولايات المتحدة وإسرائيل تدخل في نفق مظلم له بداية وليست له نهاية. لكن أنا أستبعد ذلك، لأن العراق أولا لا يتحمل هذه الصراعات، خصوصا بعد دخول حروب كبيرة وكثيرة في السنوات والعقود الماضية، مما تضرر المواطن. لكن نحتاج مثل ما تحدث في بداية اللقاء، نحتاج إلى جرأة وتطبيق القانون. القانون بدون قوة
كالقوة بدون قانون، مضيعة للوقت، وبالتالي هذا لا يجعل هناك أن تكون دولة موثوقة أمام الدول الأخرى، ولا تستطيع أي شركة صغيرة أم كبيرة تدخل المناطق أو المحافظات العراقية طالما هذا انتشار السلاح. لكن كل المعطيات والمؤشرات ستكون هذه الضربات من كل الأطراف مع الأطراف الأخرى، لكن ليس كما يتوقعه البعض بأن يكون العراقية معركة أو أرض للمعارك الإيرانية والأمريكية، لأن هناك معطيات ومؤشرات لن تتقاتل أو لن تدخل حرب أمريكا مع إيران ولا إيران مع أمريكا، لكن الضحايا والخاسر الأكبر هي الشعوب التي تتواجد فيها هذا وذاك على حساب المصالح والغايات والحاجات. سيدي، إيهاب البيت الأبيض يتهم إيران بتسهيل هجمات على قواعد عسكرية أمريكية، فيما شكك البنتاغون في ضلوع إيران في تلك الهجمات. ما مرد هذا التضارب بالتصريحات، وكيف يمكن أن ينعكس على الموقف الأمريكي من هذه الميليشيات؟ نعم، نحن ندرك أن هناك يعني تضارب في المعلومات وتضارب في الرؤية الاستراتيجية بين البيت الأبيض والبنتاغون، وهذا واضح وجلي في تصريحات كثير من القادة العسكريين لدينا في وزارة الدفاع الأمريكية، بما يتعارض مع التصريحات التي تخرج من الخارجية أو من الاستخبارات الأمريكية. أعتقد أن هناك سوء تقدير في التعاون المشترك بين الجانبين أفضى إلى مثل هذه التصريحات المتضاربة. كما تعلم حضرتك ما يعني حدث لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عندما دخل إلى المستشفى ولم يعلم البيت الأبيض بهذا الأمر حتى اللحظة، هذا الموضوع وإن يعني خفت قليلا إلا أنه ما زال يبحث بعمق أكثر، لأن هناك سوء أداء من قبل قيادات في البنتاغون الأمريكية بالتعاون مع البيت الأبيض. هذا الجاب أو هذه الهوة المشكلة بسبب التضارب في المعلومات تؤدي إلى مثل هذه التصريحات يعني غير واضحة المعالم. أنا أعتقد أننا الفترة القادمة ربما سنشهد تغيرات في وزارة الدفاع الأمريكية، ولكن مع مرور العملية الانتخابية يعني عندما تأخذ وقت نوعا ما سيكون هناك تغيرات سنشاهدها. سيد نجم، هل ستؤثر هذه الهجمات على العلاقات العراقية الأمريكية، وما تبعات تأثيرها إن حدث؟ يعني الولايات المتحدة تعلم هناك أطراف وهناك فصائل لها ارتباطات مع إيران وغير إيران، بالتالي لا تستطيع الحكومة فترة قصيرة أن تقضي عليها. لكن الحكومة نجحت لربما في تقليص هذه الأطراف، يعني في السنوات الماضية كانت كل الأطراف وكل الفصائل هي متوحدة أمام الضربات للقواعد الجوية التي يتواجد فيها الأمريكان، أما الآن هي ثلاثة أو أربعة فصائل، وهذا يعتبر لربما استطاعت الحكومة تخفيض هذه الفصائل، تحولت من فصائل مقاومة إلى فصائل داخل السلطة، سواء السلطة التشريعية والتنفيذية. تحتاج الحكومة إلى وقت، لكن تحتاج إلى جرأة أكثر لتطبيق القانون. شكرا جزيلا من واشنطن الباحث في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية إيهاب عباس، وأيضا من بغداد الشكر موصول للباحث في الشؤون السياسية والأمنية نجم القصب، شكرا لكما. أيضا في أخبارنا مشاهدين، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت غارة جوية دمرت خلالها صاروخا حوثيا مضادا للسفن كان مصوبا باتجاه خليج عدن ومعدا للإطلاق. وذكرت القوات الأمريكية أن الصاروخ يمثل تهديدا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في هذه المنطقة، وأكدت أنه تم تدمير الصاروخ دفاعا عن النفس. وفي السياق، كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الإدارة الأمريكية تعكف على صياغة خطط لحملة عسكرية تستهدف جماعة الحوثي بعدما فشلت الضربات في وقف هجماتها على السفن التجارية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة قولهم إن الاستراتيجية الحالية تكمن في تقويض قدرات الحوثيين العسكرية للحد من إمكانية استهداف تلك السفن وتمكين شركات الشحن من استئناف تسيير سفنها.
وذكرت الصحيفة أن المسؤولين لم يتوقعوا استمرار العملية ضد الحوثيين لسنوات، لكنهم أكدوا استحالة تحديد موعد لنهايتها. إلى ذلك نقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي أمريكي قوله إن هدف الولايات المتحدة يكمن في إضعاف قدرة الحوثيين على شن الهجمات، نافيا وجود محاولة لهزيمتهم أو لغزو اليمن. كشف تقرير للأمم المتحدة أن نحو 15 ألف شخص قتلوا في مدينة واحدة وهي الجنينة في منطقة غرب دارفور بالسودان العام الماضي على يد قوات الدعم السريع بدوافع عرقية. وأضاف التقرير المقدم إلى مجلس الأمن أن المراقبين الأمميين حصلوا من مصادر مخابراتية على حصيلة القتلى في الجنينة، وقارنوها مع تقديرات أممية تفيد بقتل نحو 12 ألف شخص في جميع أنحاء السودان منذ اندلاع الصراع بين الجيش والدعم السريع في أبريل الماضي. وبعد صدور التقرير طالبت وزارة الخارجية السودانية بتصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، مناشدة مجلس الأمن الدولي الاضطلاع بمسؤوليته تجاه الدول التي تغذي استمرار الحرب كما ورد في بيانها. هذا وشددت وزارة الخارجية السودانية على ضرورة التنفيذ الكامل والدقيق لإعلان جدة وما تلاه من التزامات كشرط ضروري لنجاح مساعي السلام. وأعلن بيان للخارجية السودانية أن الخرطوم اتخذت قرارا بتجميد عضويتها في منظمة إيجاد، وأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بعث برسالة خطية إلى رئيس جمهورية جيبوتي وهو رئيس الدورة الحالية لإيجاد يبلغه فيها بقرار السودان، مضيفة أن القرار جاء بعدد لتجاهل المنظمة لقرار السودان وانتهاك سيادته من خلال عبارات حملها البيان الختامي لقمة إيجاد الأخيرة. وأوضحت الخارجية أن خطاب البرهان أكد على أن حكومة السودان غير ملزمة ولا يعنيها كل ما يصدر من منظمة إيجاد في الشأن السوداني. وبعد الاتهامات الأممية أكد إبراهيم مخير عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دجلو أن جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع مفتوحة أمام بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة. وشدد مخير على التزام الدعم السريع بالشفافية فيما يخص تقديم المعلومات للبعثة الأممية. وأوضح مخير أن قوات الدعم السريع تتعامل بجدية مع كل التهم الموجهة لعناصرها وتحقق فيها بغض النظر عن مصدرها. منذ اندلاع حرب السودان دفع ما يقارب 15 ألف شخص غرب دارفور حياتهم ثمناً للصراع وفق تقرير أممي نشرته رويترز، وبيّن خلاله أعمال عنف عرقية نفذتها قوات الدعم السريع. التقرير الأممي يقول إن نحو 500 ألف شخص فروا من السودان إلى شرقي تشاد على بعد مئات الكيلومترات جنوبي أم جرس. روايات مماثلة بيّنت أن حوالي 12 ألف شخص فروا من مدينة الجنينة والتي تشكل فيها قبيلة المساليت الأغلبية، إلى أن أجبرتهم الهجمات على النزوح الجماعي. الجنينة شهدت أعمال عنف مكثفة العام الماضي واستهداف الدعم السريع لقبيلة المساليت بهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب بحسب مراقبين أمميين. التقرير الأممي أظهر أيضاً عدة انتهاكات للدعم السريع من إطلاق نار واعتداءات جنسية وجسدية واستجواب الشباب بشأن انتمائهم العرقي. لتنفي قوات الدعم السريع المزاعم وترد بأن من يثبت تورطه من الجنود في هذه التهم سيواجه العدالة. شبكات مالية معقدة أنشأتها قوات الدعم السريع قبل الحرب وأثناءها مكنتها من الحصول على الأسلحة وشراء دعم الجماعات السياسية والمسلحة الأخرى. من القاهرة ينضم إلينا عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية. سيد عثمان أهلا بك معنا. ما ارتدادات تجميد السودان لعضويته في الإيجاد على مسار الحرب ومستقبلها؟ منظمة الإيجاد هي منظمة صغيرة ولها علاقة بالاتحاد الأفريقي ولا تتبع له بصورة مباشرة، لكنها
تضم عضوية من الاتحاد الأفريقي حوالي 8 دول. بالتأكيد لن يتضرر السودان بصورة مباشرة من انسحابه، حتى لو انسحب وجمت فقط، حتى لو انسحب لن يتضرر بصورة مباشرة. لكن هنا الوضع مختلف، لأن السياق الذي جاء فيه قرار السودان هو سياق السلام في السودان وإيقاف الحرب، والمبادرة التي دعا إليها واجتهد في الوصول إليها السودان نفسه، لأن السودان هو الذي طلب تدخل الإيجاد، وهو الذي طلب اجتماع القمة الاستثنائي للإيجاد في جيبوتي في ديسمبر الماضي، وهو الذي أعد لكل هذه الترتيبات أو طلب هذه الترتيبات التي تمت والتي احتج عليها في النهاية. هنا قد يكون السؤال موجه إلى ما مصير مفاوضات السلام في ظل توقف مبادرة الإيجاد، لأن هذا كان سؤالي الثاني يا سيد الذي كان أصلا يرعى هذه النقطة في طرحه والإجابة عليه، تفضل. نعم، المنبر جدة هو كان المنبر الذي ينشط في هذا الاتجاه، وبدأ بداية جيدة في المسار الإنساني والمسار العسكري تمهيدا للدخول بعد ذلك في المسار السياسي. وكان منبر جدة في الجولة الأخيرة بالذات يأمل أن ينتقل بصورة سريعة للمسار السياسي وضم مبادرة الإيجاد للمنبر حتى يستطيع أن يعضد من قوته في المجال السياسي بالتحديد، وأصبحت الإيجاد ممثلة للاتحاد الأفريقي جزء من منبر جدة. الآن كل ذلك توقف، كل هذه المسارات توقفت، وقبلها طبعا توقف مسار دول جوار السودان. فيصبح السؤال إلى أين تسير بعد ذلك مفاوضات السلام، أم أن هذا الطريق أغلق وتبقت فقط البندقية هي التي تحسم الموقف في الحرب؟ أيهما الأكثر ترجيحا بعد هذه المقاطعة، أن تنتهي جهود السلام أم المضي قدما نحو القتال حتى الرمق الأخير؟ القتال لو كانت له نهاية منظورة فقد يكون هو الحل، لكن القتال لن يكون له نهاية قريبة، وكلفته باهظة إلى أبعد مدى على المواطن السوداني الذي الآن يعيش في أسوأ حالاته، وعلى احتمالات مصير الدولة السودانية في ظل استمرار الحرب. لأن هذه الحرب كلما أشرقت عليها شمس يوم جديد تغيرت إحداثياتها بصورة كبيرة جدا، وذهبت في اتجاهات قد تخلق واقع جديد لا يمكن بعد ذلك تجاوزه، يؤدي إلى انهيار الدولة السودانية وربما تقسيم الدولة إلى عدة دويلات متناحرة. وهذا السيناريو رغم أن البعض يستبعده لكنه شاخص الآن، يعني هناك ما يشبه الحرب العرقية القبلية تنمو بذرة، وقد تنتشر هذه الحرب في جميع أنحاء السودان وتصبح بعد ذلك الدولة السودانية نفسها مهددة. هذا كله رهن بأن تنتهي هذه الحرب بأسرع ما يمكن، ولا يمكن أن تنتهي إلا عن طريق السلام. طيب، التسوية السياسية. مطالبة الخارجية السودانية بتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، هل يمكن أن يلاقي برأيك استجابة من قبل المجتمع الدولي؟ وإن تم ذلك كيف سينعكس على مسار الحرب؟ هي لو كانت تخطط وزارة الخارجية للحصول على هذه البطاقة بصورة حرفية ونصية هي أن تصنف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية، فقد يكون هذا الأمل وهذا العشم مخطئا جدا، لأنه من الصعوبة بمكان الوصول إلى هذه النقطة. لكن استخدام هذا الطلب نفسه كواحد من الروافع السياسية لمحاصرة الدعم السريع أنا أعتقد هي ممكن جدا، وأن تكون مؤثرة جدا، لأن الانتهاكات التي ارتكبت بواسطة قوات الدعم السريع واسعة جدا. الآن تقريركم تحدث عن 15,000 في مدينة واحدة، بينما كانت كل التقارير الإعلامية تتحدث عن كل الحرب في كل السودان ب 12,000 قتيل، الآن في مدينة واحدة فقط، وهذه المدينة في شهر واحد وليست على مدى 9 أشهر. عدد القتلى 15,000، معنى ذلك أن عدد القتلى في جميع أنحاء السودان قد يفوق 50,000. الأرقام فظيعة جدا والانتهاكات كبيرة، وهناك إشارة واضحة جدا أنها ترتبط بعنف قبلي، بمعنى أنها تشمل جرائم ضد الإنسانية. مع هذه الأرقام التي ذكرتها سيد عثمان، في نفس اللحظة تطهير عرقي، هل يمكن أن تحث المجتمع الدولي على تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية؟ حتى ولو لم يصنفها كمنظمة إرهابية، لكن مجرد وجود هذه الاتهامات ووجود الطلب بتصنيفها أنا أعتقد هذا يكفي ليكون فعلا يعني عاملا سياسيا
ضد قوات الدعم السريع بصورة كبيرة جدا، وقد ينهي الجهود التي يحاول الآن أن يبذلها قائد الدعم السريع للتحول من المسار العسكري إلى المسار السياسي، وفتح علاقات دبلوماسية مع دول الجوار، ومحاولة تقديم قوات الدعم السريع بصورة جيدة للمجتمع الدولي. كل ذلك سينتهي بفعل هذه الإجراءات، الطلب السوداني بالتصنيف والتقارير الدولية التي ربما تفسف في اتجاه الطلب، لكنها لن تستجيب الطلب، لكنها على الأقل ستؤدي إلى النتائج التي قد تصل إليها. شكرا شكرا جزيلا. من القاهرة عثمان مرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل معها الظاهرة على الشاشة أمامكم. أعود وألتقيكم بعد ساعة من الآن.